يسأل أيضا ويقول بأنه شاب مواظب على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها، وأنه يصلي الصلوات الخمس في المسجد مع الجماعة، لكن أحيانا يأتي وقد أقيمت الصلاة فيدخل مع المصلين، فيسأل ماذا يفعل بال4 التي قبل الظهر؟ هل يصليها بعد الظهر لتصبح 8؟ وكذلك بالنسبة لصلاة الفجر، فهو أحيانا يصلي 2 ركعات تحية المسجد و2 ركعات لوضوء مواظب عليه، ولكن عندما يأتي للصلاة أحيانا يجد المصلين قد قاموا، فهل يصلي 2 ركعات الفجر بعد صلاة الصبح؟ أفيدونا أفادكم الله. اختلف العلماء في قضاء الفوائد من الرواتب، وأرى أنه يجوز للإنسان إذا فاتته الرواتب قبل الصلاة أن يصليها بعد الصلاة، والرواتب هي 4 ركعات قبل الظهر في حديث الركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر، فالتي هي سنن قبلية هي 4 التي قبل الظهر أو 2 قبل الظهر و2 قبل صلاة الفجر، هذه هي الرواتب القبلية. وأما الرواتب التي بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء فهذه لا يفوت وقتها لأنها بعد العشاء، وأنا أفضل أن يصلي الإنسان هذه الرواتب، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى من النوافل ما فاتت، وإن كان الوقت الذي صلىها في خلاف هل هو خاص به وهو الأظهر أو أنه له الأمة. وأما ركعة الفجر فإن الذي عليه عامة أهل العلم أنها تقضى، إذا جاء الإنسان والناس يصلون الفجر يدخل الله ثم يصليها إما بعد الصلاة مباشرة وإلا بعد ما اقتربت الشمس. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر فقال له الفجر 4، فقال إني لم أصلي ركعتي الفجر، فسكت عنه، فدل ذلك على جواز صلاة ركعتي الفجر بعد الصلاة. والله بارك الله فيكم.